افتتح في العاصمة بغداد معمل للأكسجين من قبل الشركة العامة للصناعات الفولاذية. وزير الصناعة منهى العزيز قال في تصريح للرشيد إن هذه الخطوة ستسهم في تغطية النقص الحاصل في الأكسجين في بغداد والمحافظات، فيما أشار معاون عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية إلى أنه سيتم تجهيز المناطق النائية بهذه المادة المهمة عبر صهاريج خاصة. الظروف الطارئة ما نقدر نقيم، لأنه تعتمد على وضع الحالة هي نفسها، قد تكون في تزايد أو تكون في نقصان، لكن من الحالة المبدئية احنا دا نسعى جاهدين أنه احنا نقدر نسوي فتشي إن شاء الله. العمل كثير جدا العفو في مجال تأمين بعض الاحتياجات، مثل كمامات، مثل بدلات الوقائية، مثل يعني وسائل النقل الفيروس، الفحوصات اللي هي VTM، بعض الأجزاء الأخرى. حاليا بعض الشركات دا تبدأ تشتغل على أجهزة تنقية الهواء. قامت الشركة العامة للصناعات الفولاذية بإنتاج سائل الأكسجين، وعلى مدار 24 ساعة عملية التحميل مستمرة، وأرفدنا المحافظات الجنوبية. حاليا دا تجري عملية تحميل كما تشاهدون السائل إلى السيارة الحوضية المتخصصة من الخزان الخاص بالمعمل، ليتم إرساله إلى دائرة صحة الرصافة مستشفى الإمام علي. تم تجهيز اليوم الساعة 9 صباحا بصهريج بحدود 6000 لتر إلى محافظة ديقار، مع إنشاء وحدة للطوارئ اللي ممكن أنه تغذي المناطق النائية. هذه حقيقة كان يعني فكرة تم تصنيعها في شركتنا، أن يكون خزان محمول. الخزان يحتوي على 2000 لتر من الغاز المسال، ممكن تعبئة القناني في اللحظة. يعني احنا يعني هذا الفكرة حتى ندعم المستشفيات اللي هي مستشفيات قرى ومستشفيات نواحي.